أول خبر معانا بعنوان السيسي ورئيس الوزراء وزراء اليابان يفتتحان غدا قمة التيكاد. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان غدا الأربعاء القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية تيكاد 7، والتي تعقد تحت شعار دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار. وده طبعا هيكون بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، منها طبعا الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والمفوضية الخاصة بالاتحاد الإفريقي والبنك الدولي. وطبعا سيركز المشاركون في المؤتمر على ثلاث قضايا رئيسية، هي التعاون بين الجانبين وتتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.